قمة التعاون الإسلامي باسطنبول تؤكد أن قرارات ترامب بشأن القدس باطلة ولاغية، وتنهي الدور الأمريكي في عملية السلام، وتدعو العالم للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين. الرئيس السيسي يستعرض في اجتماع وزاري تطورات مشروع الضبعة وتنمية سيناء والنهوض بالتعليم الجامعي. مجلس الوزراء يوافق على زيادة حصة مصر في مؤسستين تابعتين للبنك الدولي والبنك الإفريقي، ووزير البترول يقول أنه سيتم خلال أيام التشغيل المبدئي لحقل ظهر. مانيلا ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم. أهلا بكم، ونستهلها بعد هذا الفاصل. تفاصيل الأنباء من قناة النيل، أهلا بكم. طالبت القمة الإسلامية الطارئة الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء قرارات الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، كما أعلنت إدانتها ورفضها لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وحمل البيان الختامي للقمة التي عقدت اليوم في اسطنبول الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع تداعيات عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، واعتبرته بمثابة إعلان عن انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة الدور الذي كانت تطلع به في رعاية السلام، كما اعتبرته مكافأة لإسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديها للشرعية الدولية. وطالبت القمة الدول الأعضاء بمنظمة إلى تفعيل قيود سياسية واقتصادية على الذين يعترفون بضم إسرائيل لمدينة القدس الشريف أو يتعاملون مع أي إجراءات غايتها ترسيخ الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. وفي مؤتمر صحفي عقب القمة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إنه سيتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإبطال قرار ترامب بشأن القدس. وأضاف عباس أنه سيتوجه إلى مجلس الأمن من أجل الحصول على عضوية كاملة للدولة الفلسطينية. نقطة أخرى، سنذهب إلى مجلس الأمن ليبطل هذا القرار حسب ميثاق الأمم المتحدة. هناك مادة ضمن 27/3 تسمح لنا بأن نقدم لمجلس الأمن مشروعا لا تشارك الولايات المتحدة بالتصويت عليه لأنه موجه لها. كذلك نحن سنذهب إلى الجمعية العامة من أجل عضوية إسرائيل، لأن عضوية إسرائيل مخالفة لكل القرارات الدولية، وسنذهب إلى مجلس الأمن من أجل عضوية كاملة للدولة الفلسطينية. بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تستنكر القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وشدد شكري في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول على أن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين. وشدد وزير الخارجية على أن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، وأن الشعب المصري لن يتسامح مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني. وعقب القمة، قال وزير الخارجية سامح شكري أن المشاركين عبروا عن استنكارهم لنتيجة هذا القرار الأمريكي بشأن القدس. وأكد شكري على أهمية استمرار استخلاص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين. خلال هذه القمة التعبير من قبل كل المتحدثين عن استنكارهم للقرار الأمريكي الأخير باعتراف بمدينة القدس
القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأنه لابد من استمرار في استخلاص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وأن تكون الدولة الفلسطينية على أراضي الرابع من يونيو 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. العالم العربي والإسلامي نهض لمؤازرة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الخطيرة، والقمة أتت بقرارات مهمة في هذا الصدد. وفي كلمته أمام القمة قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل هو قرار خطير. وأكد الملك عبد الله على الأثر السلبي لهذا القرار على الأمن والاستقرار وجهود استئناف عملية السلام. إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل قرار خطير تهدد انعكاساته الأمن والاستقرار ويحبط الجهود لاستئناف عملية السلام. ولطالما حذرنا من خطورة اتخاذ قرارات أحادية تمس القدس خارج إطار حل شامل يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف ابن أحمد العثيمين قال إن المنظمة تجدد دعوتها لدول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها الآن. وأكد العثيمين دعم المنظمة لدولة فلسطين في ممارسة حقها بالانضمام للاتفاقيات والهيئات الدولية في إطار مساعيها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك تجدد منظمة التعاون الإسلامي دعوتها لدول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر بالاعتراف بها الآن دعما لتوطيد دعائم السلام القائم على رؤية حل الدولتين والتزاما صادقا بتحقيق العدالة وصونا لقرارات الشرعية الدولية. كما تؤكد المنظمة على دعمها المتواصل لدولة فلسطين في ممارسة حقها بالانضمام للاتفاقيات والهيئات الدولية في إطار سعيها القانوني والسياسي لتحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. والمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا من رام الله دكتور عبد المجيد سويلم أستاذ بجامعة القدس. دكتور سويلم بعد التحية، دعا البيان الختامي لقمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، كيف تقرأ هذا البيان الختامي؟ وكذلك هل ذلك يمثل بشكل أو بآخر وسيلة للضغط على الإدارة الأمريكية؟ نعم، هو يعني إذا أردنا أن نجيب على السؤال من نهايته، نعم هو يمثل وسيلة ضغط كبيرة. إذا اعترفت دول العالم الآن وخصوصا دول يعني الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية بصورة رسمية وعاصمتها القدس الشرقية، يكون قد حصل الرد وتكون قد وجهت إلى الإدارة الأمريكية يعني صفعة سياسية كبيرة. على كل الأحوال اليوم منظمة التعاون الإسلامي سواء من خلال كلمات الرؤساء وأصحاب الجلالة والوزراء ويعني الأمراء تبين من خلال هذه الكلمات أن السقف السياسي للمنظمة ارتفع كثيرا خطورة الحدث. أعتقد أن البيان الختامي أيضا كان بيانا جيدا وارتقى من حيث المبدأ لمستوى تطور وللمطلوب في هذه المرحلة. أنا أعتقد نعم بأن الشعب الفلسطيني الآن يمتلك
أدوات سياسية ودبلوماسية كبيرة للرد على الخطوة الأمريكية. طبعا هذه الأدوات يعني السياسية والدبلوماسية نعم. التي من المفترض أن يتم اتخاذها كما ذكرت للرد على هذه الخطوة الأمريكية الكارثية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أعلن أنه سيتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه المؤسسات لقضية القدس في ظل أن واشنطن ضرب بعرض الحائط لكل القرارات والمواثيق الدولية المختلفة؟ يعني هذا صحيح بمعنى أن الإدارة الأمريكية قامت بخطوة مضادة للقانون الدولي، ولكن القانون الدولي يستطيع أن يرد على ترامب. فإذا يعني إذا أخذ مجلس الأمن أو الجمعية العامة قرارات فهي قرارات ملزمة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تستطيع اتخاذ يعني قرار الفيتو. عندما تكون الدولة دولة العضو الدائم في مجلس الأمن هي طرف في النزاع، لا يحق لها التصويت. بمعنى أو بآخر، نستطيع أن نأخذ قرارا من مجلس الأمن بإلغاء يعني ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية. وحتى إذا أصرت الإدارة الأمريكية على موقفها ونقلت السفارة واعتبرت هي بمفردها في هذا العالم أن القدس عاصمة لإسرائيل، فهذا موقف انعزالي لا يليق لا بالولايات المتحدة ولا بأي دولة، وهو يمس بصورة جوهرية السياسة الولايات المتحدة ومكانتها ودورها العالمي. وهذه ليست مسألة صغيرة وليست مسألة بسيطة. وعندما يقترن إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي والسلطة الإسرائيلي والاستيطان الإسرائيلي بهذا التعنت الأمريكي، هذا في نهاية المطاف هو ربح صافي للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. بمعنى أو بآخر، لدينا الأدوات فعلا والآليات لمحاصرة القرار الأمريكي ولإعادة تأكيد المجتمع الدولي على نصرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. أشكرك جزيل الشكر من رام الله الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ بجامعة القدس، شكرا جزيلا لك. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي اليوم استنكاره وأسفه الشديد للقرار الأمريكي بشأن القدس لما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي. وأضاف الملك سلمان أن السعودية تواصل دورها لمساندة الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أنه يعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. دعت المملكة إلى الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في هذه المناسبة أؤكد استنكار المملكة وأسف الشديد القرار الأمريكي بشأن القدس لما يمثله من انحياز كبير لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت بدعم اعتراف وتأييد المجتمع الدولي. يستمر مكتب هيئة كبار العلماء المسلمين في مشيخة الأزهر الشريف في حالة انعقاد دائم. يأتي هذا من أجل متابعة المتغيرات لحظة بلحظة وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المؤتمر العالمي لنصرة القدس والمزمع عقده في 17 و18 من شهر يناير القادم بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين المعتصمين خلال استعداداتهم لأداء صلاة المغرب في باحة باب العمود، أحد أشهر أبواب القدس القديمة اليوم، واعتدت عليهم بالضرب واستخدمت غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد من المقدسيين وسط أجواء شديدة التوتر تسود المكان.
كانت مواطنة فلسطينية استشهدت إثر إصابتها بسكتة قلبية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة الزبيدات في الأغوار الفلسطينية شمال أريحة وبإلقائها قنابل الصوت. كما استشهد فلسطينيان وأصيب 153 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 60 مواطنا فلسطينيا ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل إلى نحو 260 معتقلا. من جانبها حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تزايد معدلات الاعتقال التي تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق عشرات المواطنين الفلسطينيين في مختلف المحافظات منذ القرار الأمريكي بشأن القدس. وبنيت الهيئة أن هذه الممارسات أكدت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أصيب 3 فلسطينيين بجروح في قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية جنوب قطاع غزة. استهدفت الطائرة الإسرائيلية من نوع F-16 بصاروخين موقعا غرب مدينة خان يونس ما أدى إلى تدمير الموقع وإحداث أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة الجوية جاءت ردا على قذيفة أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل الاثنين الماضي. للمتابعة ينضم إلينا هاتفيا من القدس نزار سمودي مراسل النيل. نزار، دعنا في تفاصيل الأوضاع في القدس والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم، مساء الخير أحمد لك ولجميع المشاهدين. حوالي 130 شابا فلسطينيا وطفلا حصيلة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية بحق الشبان الفلسطينيين الغاضبين خلال المواجهات العنيفة التي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية. مصادر طبية أفادت لقناة النيل للأخبار أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت عشرات المواطنين نقلوا على إثرها إلى المشافي في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة. أيضا قوات الاحتلال حسب مصادر فلسطينية اختطفت 4 شبان وفتاة عند المدخل الشمالي لمدينة البيري وقادتهم إلى جهة غير معلومة بحجة أنهم شاركوا في الاحتجاجات والمواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيري وتحديدا عند حاجز بيت إيل إلى الشمال من محافظة رام الله والبيري. أيضا في الجانب السياسي أكد أبناء الشعب الفلسطيني العديد من البيانات وباسم الفصائل الفلسطينية والشارع الفلسطيني عن التفاتهم التام حول القيادة الفلسطينية الممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في جهوده الحثيثة إزاء ما تتعرض له مدينة القدس من سياسة تهويد وربطا بسياسة الرئيس الأمريكي وقراره القاضي بإعلان القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة. نعم، شكرا لك نزار سمودي مراسل النيل، كنت معنا هاتفيا من القدس. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة القيام بجميع الخطوات الحالية التي تقع على مسؤولية الحكومة فيما يتعلق بمحطة الضبعة حتى يتم تنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد. وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع القائم بأعمال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والمالية على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ خطط رفع كفاءة شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها. واستعرض القائم بأعمال رئيس الوزراء خلال الاجتماع خطط الحكومة الشاملة للتنمية في سيناء وكذلك الموقف بشأن إنشاء الجامعات الخاصة الجديدة، حيث شدد الرئيس على أن يتم ذلك من خلال اتفاقيات للتوأمة مع أعرق الجامعات العالمية التي تكون ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، وذلك لتقديم أرقى مستوى تعليمي جامعي.
طمأن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة على الحالة الصحية للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي تقريرا لوزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حول آخر تطورات كشف حقل ظهر للغاز الطبيعي، كما استعرض تقرير وزير الآثار خالد العناني حول جهود الوزارة في الفترة الماضية. سيتم الإعلان قريبا عن دخول حقل ظهر للغاز إلى الشبكة القومية للطاقة في مصر، وبشائر الإنتاج تبدأ ب 350 مليون قدم مكعب يوميا، بما يوفر حوالي 60 مليون دولار شهريا. تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء. ال 350 مليون قلم دول نقدر لو حطيناهم بكم مبلغ فلوس هيبقى انا هوفر حوالي 60 مليون دولار في الشهر. ايه 60 مليون دولار دول؟ انا لو كنت هستورد بحدود 90 مليون دولار، انما انا في تكلفه هذا الغاز اللي هطلعه، في تكلفه في حصه للشريك الاجنبي، في تكلفه في الانتاج، يبقى هدفع حوالي 30 ويتبقى 60 انا هوفرهم ان شاء الله. وعلى جانب آخر، أعلن خالد العناني وزير الآثار أنه استعرض خلال الاجتماع الاكتشافات الأثرية التي تمت خلال الفترة الماضية. افتتحنا لأول مرة للزيارة مقصورة أمون رع اللي هي قدس الأقداس بتاع معبد حتشبسوت في الدير البحري. ده أول مرة يتفتح للزيارة منذ أن بدأ البولنديين العمل هناك سنة 1961. طلب مني كذلك استعراض أهم المشاريع اللي هنفتتحها الفترة اللي جاية إن شاء الله، أولها بإذن الله افتتاح مهم جدا وهو دير سانت كاترين في مكتبة من أكبر مكتبات العالم، فيها مشروع ترميم وتطوير بقاله سنوات طويلة. كما وافق مجلس الوزراء على زيادة حصة مصر في مؤسستين تابعتين للبنك الدولي والبنك الأفريقي، الأمر الذي يعزز تمويل المشروعات التنموية في مصر. كشفت عن ذلك الدكتورة سحر ناصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. تم الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 139 بشأن الزيادة 18 لموارد الهيئة وعلى أداة ارتباط جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لهذه الزيادة اللي هو بالضبط بالمبلغ اللي هو 5,250,000 دولار أمريكي. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يخص إنشاء بعض الكليات في جامعتي الزقازيق ودمياط. الاكتشافات البترولية الجديدة ودخول حقل ظهر إلى الشبكة القومية للطاقة المصرية يعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والاكتشافات الأثرية وفتح المناطق الأثرية الجديدة يعمل على دفع عجلة التنمية السياحية وبشرى لانتعاش الاقتصاد المصري. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا أحمد أبو الحسن مراسل النيل. أحمد، هل لك أن تطلعنا عن أهم ما خرج به اجتماع مجلس الوزراء اليوم؟ يعني بالفعل كانت هناك ملفات عدة تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء، ولكن نذكر العديد من هذه الملفات. ولكن هناك كانت رسالة طمأنة من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء للسادة أعضاء الحكومة على الحالة الصحية للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأكد أنه يتواصل معه هاتفيا بصورة مستمرة، مشيرا إلى أنه
سوف يغادر المستشفى قريبا ليقضي فترة بسيطة من الإقامة العادية خارج المستشفى ويعود بعدها إلى أرض الوطن، جاء ذلك مع بداية الاجتماع. هناك العديد من الملفات التي تمت مناقشتها، ملف الاستثمار وملف خاص بالبترول وملفات الآثار. هناك تأكيد على ملفات الأثرية التي تمت مؤخرا في الفترة الماضية، سوف تعمل على زيادة التنمية السياحية بالإضافة إلى فتح أفاق وسبل جديدة لجذب عملية السياحة في مصر. هناك أيضا موافقة لبعض القرارات فيما يتعلق بالعديد من يعني القرارات والملفات المختلفة. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 809 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها كامتداد لمدينة المنصورة الجديدة كمجتمع عمراني جديد. موافقة أخرى من مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة الأقصر لصالح المحافظة لاستخدامها في مشروع إقامة مرسم الأقصر الثقافي الدولي. نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد أبو الحسن مراسل النيل لدى مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. توجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى المغرب للمشاركة في الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي والمقرر عقدها غدا الخميس لمناقشة القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس واتخاذ موقف موحد لدعم القضية الفلسطينية. من ناحية أخرى، بحث رئيس مجلس النواب خلال لقائه رئيس مجلس المستشارين الياباني سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة، وشدد عبد العال على رغبة المصرية الصادقة في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين في آفاق أرحب لكافة المجالات، داعيا إلى زيادة أعداد السياح اليابانيين الوافدين إلى مصر في ضوء ما تتمتع به مصر من استقرار أمني. كما بحث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات. وخلال اللقاء أشار عبد العال إلى العلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات والتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، مؤكدا تقدير مصر للدور الروسي الداعم لها في كافة المجالات. من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي دور مصر المحوري والفاعل في منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، موجها دعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة روسيا على رأس وفد برلماني. اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم أن الحكومة العراقية في مرحلة جديدة بعد الانتهاء من تنظيم داعش الإرهابي عسكريا، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة هي إعادة النازحين إلى مناطقهم. وأضاف العبادي أنه استمع إلى ملاحظات الوزراء واطلع على الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المعدة من اللجنة المشرفة لرسم سياسة سكانية واعدة في العراق على مدى السنوات القادمة. أعرب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر عن رفضه القاطع للتدخل الإيراني السافر في شؤون بلاده، مشددا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتعامل الجاد لوقف خطط طهران الرامية إلى تهديد أمن واستقرار اليمن. ميدانيا، أفادت مصادر يمنية بمقتل 22 مسلحا من ميليشيات الحوثي فضلا عن إصابة 18 آخرين في مواجهات مع قوات الشرعية غرب اليمن، فيما قتل 11 عنصرا من ميليشيا الحوثي في غارة جوية لطيران التحالف العربي في محافظة شبوة جنوب اليمن. كشفت الولايات المتحدة اليوم عن تخصيص مساعدات جديدة للجيش اللبناني تضم مروحيات ومعدات عسكرية أخرى متقدمة. جاء الإعلان عن حزمة المساعدات خلال لقاء رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتال مع رئيس الوزراء سعد الحريري في لبنان اليوم. من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، قالت إن المعدات سوف تساعد الجيش على بناء قدرة قوية ثابتة لتنفيذ عمليات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتقدر الحزمة بأكثر من 120 مليون دولار، وتضم 6 مروحيات هجومية خفيفة وجديدة و6 طائرات بدون طيار وأجهزة اتصالات ورؤية ليلية.
وفي نشرتنا أيضا نتابع بعد قليل، ماكرون يؤكد أن الحرب على الإرهاب في أوجها بمنطقة الساحل، ويعلن مساهمة السعودية والإمارات بنحو 130 مليون دولار لدعم دول المنطقة. والآن وقفة مع آخر أخبار عالم المال والأعمال. أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع الزميلة ميربت الملكي. شكرا أمل وأحمد، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الوقفة الاقتصادية في بانوراما النيل وأبرز ما فيها. طرح المرحلة الثانية من الأراضي الصناعية بمدينة دمياط للأثاث للمستثمرين. أهلا بكم. أعلنت شركة مدينة دمياط عن طرح المرحلة الثانية من الأراضي الصناعية كاملة المرافق والمخصصة لإنشاء مصانع داخل مدينة دمياط للأساس بتسهيلات سداد تصل إلى 3 سنوات. وفي تصريحات خاصة للنيل قال محافظ دمياط إن القائمين على المدينة ملتزمون بتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين بداية من توقيع العقود وحتى تسليم التراخيص للمستثمر. التحول من الصناعة التقليدية للأثاث في مدينة دمياط إلى صناعة معتمدة يتحقق من خلال طرح المرحلة الثانية من الأراضي الصناعية كاملة المرافق داخل مدينة دمياط بتسهيلات سداد تصل إلى 3 سنوات من قبل الشركة المشرفة على المدينة. النهاردة أنا هديك العقد وهديك معاه رخصة التشغيل، وبالتالي ما عندناش أدنى مشكلة على الإطلاق في التسهيلات المقدمة، إلى جانب أن أنا بوفر كمان 90% من قيمة الورشة اللي هملكها للصانع الصغير بوفرها عن طريق قرض. القرض ده قرض حسن بقيمة 5% من ضمن مبادرة سيادة الرئيس لل 200 مليار جنيه اللي موجودين في البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشباب الصناع الصغار. مدينة الأثاث في دمياط تضم أيضا ورشا حرفية بمساحات تبدأ من 50 مترا وحتى 150 مترا، فضلا عن الصناعات المغذية كالدهان والمسامير والأقمشة الخاصة بالتنجيد. احنا بنطور الصناعة وعايزينها ترتقي إلى مستوى العالمي وتتنوع، ما تبقاش يعني أثاث منزلي فقط، ولكن يبقى هناك الأساس المكتبي، هناك الأساس الفندقي، كل ما هو بيصنع من الأخشاب، ونقدر ان احنا ننوع الخامات بحيث ان احنا يبقى عندنا القدرة نخدم كافة الأسواق الخارجية بإذن الله. التسويق ده جزء من مشكلة من المشاكل العتيقة في محافظة دمياط واللي بتواجه صناعة الأساس. المدينة بإذن الله بتوفر ضمن مخططها سوق كامل للأساس، مركز تجاري كامل، يعني على مساحة بنائية تتعدى 330 ألف متر، ويشمل مركز مؤتمرات ومركز أعمال وفندق 4 نجوم. وتبلغ مساحة مدينة دمياط للأثاث نحو 1,400,000 متر مربع، وتضم نحو 1,500 ورشة، تم طرح نحو 200 ورشة منهم في المرحلة الأولى، في حين تم طرح نحو ثلث المساحة المخصصة للمصانع والتي تبلغ نحو 255,000 متر مربع. طرح أراضي صناعية كاملة المرافق وشاملة التراخيص فضلا عن الاهتمام بالصناعات المغذية هو أمر يساهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضافة للمنتج النهائي لصناعة الأثاث. أشرف مبارك، النيل. تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي ل11 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي قاربت على الانتهاء في محافظتي الغربية والإسماعيلية، وانتظر أن تدخل الخدمة تباعا بدءا من نهاية الشهر الجاري وحتى منتصف العام المقبل، والتي تحل جزءا كبيرا من المشكلات بمحافظة الغربية.
وبحسب بيان للوزارة جرى الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بمحافظة الغربية، منها 4 مشروعات لمياه الشرب ومشروع للصرف الصحي بتكلفة إجمالية 1,180,000,000 جنيه. بحث وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل مع وزير الخارجية الأرجنتيني جورجي فيوري على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، بحث أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، خاصة عقب انضمام مصر رسميا لتجمع دول المركسور والتي تضم كل من الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي. من جانبه أكد جورجي فيوري وزير الخارجية الأرجنتيني حرص بلاده على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ترأس وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي اجتماع اللجنة العليا لتسويق الأقماح للموسم الجديد 2017-2018 للوقوف على استعداد كافة الجهات المسوقة ومديريات التموين والزراعة بالمحافظات لاستقبال موسم توريد جديد. وخلال الاجتماع استعرض الوزير تجربة التوريد العام الماضي ووضع خطة لتجنب الاختناقات في التوريد، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة توفير كافة الاحتياجات لضمان سلامة الأقماح المخزنة في الشون المكشوفة وكذلك عدم تعرضها للتلف. قال الدكتور محيى محافظ ورئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، قال إن قيمة مبيعات قطاع الدواء في مصر بلغ العام الماضي نحو 60 مليار جنيه، متوقعا أن يبلغ نحو 65 مليار جنيه خلال العام الجاري، وذلك بالرغم من تراجع الكميات المباعة بنحو 13%. وقد أوضح رئيس لجنة الصحة أن مصر تقوم بالتصدير لنحو 142 دولة حول العالم، ورغم ذلك فإن قيمة صادرات القطاع الطبي تتراوح بين 500 و550 مليون دولار سنويا. وأضاف رئيس لجنة الصحة أن مصر بها حوالي 154 مصنع دواء، متوقعا وصولهم لنحو 158 مصنعا قريبا، مضيفا أن 25 شركة تسيطر على 85% من حجم سوق الدواء في مصر. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، ولكن بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم مع الزملاء أمل وأحمد. إليكم. شكرا لك ملفت. من جديد، هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. قمة التعاون الإسلامي باسطنبول تؤكد أن قرارات ترامب بشأن القدس باطلة ولاغية، وتنهي الدور الأمريكي في عملية السلام، وتدعو العالم للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين. الرئيس السيسي يستعرض في اجتماع وزاري تطورات مشروع الضبعة وتنمية سيناء والنهوض بالتعليم الجامعي. مجلس الوزراء يوافق على زيادة حصة مصر في مؤسستين تابعتين للبنك الدولي والبنك الإفريقي، ووزير البترول يقول أنه سيتم خلال أيام التشغيل المبدئي لحق ظهر. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المملكة العربية السعودية ستقدم 100 مليون دولار والإمارات ستقدم 30 مليون لدعم قوة مجموعة الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفيين عقب انعقاد قمة في باريس اليوم لدعم مجموعة الساحل الخمس في ظل تنامي الهجمات الإرهابية في تلك المنطقة، حيث أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب هناك، حيث تقع هجمات يوميا وهناك دول حاليا معرضة للخطر. كانت القمة جرت في منطقة غرب العاصمة باريس بحضور رؤساء الدول الخمسة بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي. عقدت منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالتعاون مع البرنامج المصري لتطوير الإعلام مؤتمرا حول خطاب الكراهية الموجهة في وسائل الإعلام ضد المهاجرين واللاجئين. وتحت عنوان لا لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام، عقدت المنظمة مؤتمرها الخامس في مصر الذي وقع الاختيار عليها نظرا لدعمها للسلام. تحت عنوان لا لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام، ينطلق المؤتمر الذي تعقده منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات بالتعاون مع البرنامج المصري لتطوير الإعلام.
قمنا بعمل هاشتاج لا للكراهية، وهذه المرة الخامسة لإقامة مؤتمر اهتموا باللاجئين والمهجرين لأنهم يعتبروا أقلية في العالم كله، ولذلك فنحن نهتم بخطاب الكراهية الذي سيؤثر بشكل واضح على المجتمع ككل، ونحن نأمل بأن نخرج بمجموعة من التوجيهات لوسائل الإعلام لتوخي الحذر في اللغة المستخدمة حتى نكافح هذه الظاهرة. أريد التحدث من زاوية اختيار وسائل الإعلام للمعلومات بالطريقة التي تضمن لهم التأكد من سلامة المعلومة وعدم حملها لأي معاني تدعم الكراهية والعنف، لأن وسائل الإعلام أحيانا تنقل خطابات الكراهية على ألسنة السياسيين دون أن تدرك هذا. يلقي المؤتمر الضوء على مختلف أبعاد وتجارب التهجير القسري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الحكومات العربية مش عم بتأثر كتير بحق اللاجئين، إذا بدنا نقارنها بالغرب خطاب الكراهية مش مثل ما عم بيكون ببعض الدول الغربية، فبحس المسؤولية رح تكون أكتر على الإعلاميين وعلى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، لأن نحن اللي منحدد الكونتنت. كلمتي اليوم تتكون حول الراديكالية الإسلامية وخطاب الكرامة. أريد أن أوضح أن خطاب الكراهية في مواقع التواصل سوف يؤدي إلى زيادة العنصرية في المجتمع. كما يناقش أفضل الممارسات لمنع خطاب الكراهية في وسائل الإعلام المختلفة من قبل العاملين في مجال الإعلام والخبراء والمناصرين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة لتقوية وتعزيز الحلول المنتقى لمكافحة وهزيمة الإرهاب وبناء شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة والتي تلتزم بمنع التمييز وتعزيز السلام والاحترام والاندماج في المجتمع، وكذلك إلقاء الضوء على مختلف أبعاد وتجارب التهجير القسري وبناء شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة والتي تلتزم بمنع التمييز وتعزيز السلام والاحترام والاندماج في المجتمع. فسانت أكرم، النيل. والآن مع أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة.